السلام عليكم. في هذه الحصه هذه غندوز الفقره ديال معايا عدد عقدي بالفرنسي لو موديل دان نومبر كومبلكس، معيار عدد عقدي. معيار هو مسافه، سنتولي المعيار عدد عقدي موجب هو مسافه. شنو معيار؟ معيار هو مسافه. انا نشرح لكم معيار، سنتولي معيار عدد عقدي هو العدد الحقيقي، هو معيار عدد عقدي هو العدد الحقيقي الموجب، العدد الحقيقي الموجب ويرمز له بي اي. معيار تاع زد. دابا ملي كتكون زد تساوي اكس زائد ايغريك، المعيار تاع زد تساوي جدر اكس او كاري زائد ايغريك او كاري. تافقين تساوي كي قلت لكم جدر اكس او كاري زائد ايغريك او كار، تافقي وتيكون عاوتاني تساوي هذا المعيار، تيكون عاوتاني تساوي هذا اكس او كار زائد ايغريك او كار. اللي تيكون قويه هو زد زد بريم تساوي جذر زد زائد زد بريم. تحقق زد في زد بريم، شنو هي زد في زد بريم؟ سمحوا لي، زد صغيره في زد بريم. شنو هي زد في زد بريم؟ اش قلت لكم في فيديو سابق، زد بريم هو المرافق تاع زد، يعني زد تساوي اكس زائد ايغريك، زد بريم راه تكون كتساوي اكس ناقص ايغريك. الا ضربنا زد في زد بريم غتولي اكس زائد ايغريك عامل اكس ناقص ايغريك، ومنه غتولي هذه متطابقه هذا، يعني هي اكس او كاري ناقص اي ايغريك الكل او كاري، يعني هي اكس او كاري اي او كاري شحال ناقص واحد، فالناقص هي زائد ايغريك او كاري. هاي هذه هي الدخلانيه، يعني الدخلانيه غنعوضها بزيد زيد بري، غتولي جدر زيد 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 بري. هذه علاقه خصكم تكونوا عارفينها وحافظينها. تافقي دابا غندوز امسح السبوره سبوري مسح السبوره باش ندوز بعض الخاصية ديال المعيار. دابا خاصية ديال المعيار ها هو كيما بزاف. دابا ليكن زد و زد بريم، زد و زد بريم عددين عقديين، و ان ينتمي الى زد. ركزوا معايا، ركزوا معايا دابا. دابا المعيار تاع الزد راه هو المعيار تاع الزد بار، هو المعيار تاع ناقص زد. يعني المعيار هو مسافه، مسافه كتعرفوها ديما موجبه، اذا المعيار ديما موجب، عمر ما كيكون سالب، ديما كيكون عدد حقيقي موجب. المعيار عمر ما كيكون عدد عقدي، ديما كيكون عدد حقيقي موجب. المعيار تاع الزد كيساوي المعيار تاع زد بريم كيساوي المعيار تاع ناقص. هادو كاين، هادو بعض الخاصيات. متافقين؟ الخاصية الأولى بحال اللي قلتي المعيار بحالو بحال القيمة المطلقة. الخاصية الثانية، المعيار تاع زد زائد زد بريم، ديرو فيه نسبقو فيه، شنو هو المعيار تاع زد في معيار تاع زد بريم. متافقين؟ ولا عطينا المعيار تاع زد على زد بريم بحيث زد بريم هنا تخالف صفر، شنو غيساوي؟ هو المعيار تاع زد على المعيار تاع زد بريم. تافقين؟ تافقين حتى دابا فين؟ ولا عطينا عاوتاني المعيار تاع واحد على زد
هاو غيساوي لك المعيار تا واحد على المعيار تاع الزد بطبيعة الحال بحيث الزد لا تخالف الصفر حقاش كاين في الباقة المعيار تاع واحد هو واحد واحد على المعيار تاع الزد علاش المعيار تاع واحد هو واحد دابا واحد كي كتكتب هو واحد زائد زيرو اي بغيت تحسب المعيار تاع هذا اش غدير المعيار تاع الزد يساوي جدر زيرو او كاري زائد جدر تاعنا اكس هي واحد واحد سمحوا لي واحد او كاري زائد زيرو او كاري غيساوي واحد المعيار تاع الزد واحد زائد زيرو المعيار تاع الزد هو جدر اكس او كاري يعني واحد او كاري زائد زيرو او كاري اللي هو واحد علاش قلت المعيار تاع واحد هو واحد تاقي دابا غنمسح لنا باش ندوز للخاصيات الاخرين تصنتو لي عطاك المعيار تاع الزد اس ان الان تقدر تخرج خارج المعيار هي المعيار زد اس ان تاقي غندوز واحد المتفاوت اخر عطيت المعيار تاع الزد زائد زد بريم اصغر من او تساوي المعيار تاع الزد زائد المعيار تاع الزد بريم هذه كتسمى متفاوته المثلثيه تقريتها في السينك يا مار عطيتها سميه هي المتفاوته المثلثيه عقلوا عليها عقلوا عليها الخاصية جات مهمة تاقي دابا غندوزو لبعض التمارين التطبيقية غنحاول ما يمكن نشرح لكم التمارين التطبيقية ان شاء الله صنتو لي مساح الصم دابا التمرين دابا التمرين التطبيقي الاول غنطبقوا فيه الخاصية المهم غنمسح الصم باش ندوز لبعض التمارين التطبيقية مسح دابا الصبور من التمارين التطبيقيه عقلوا على هاد الخاصيه هاد تكون اصلا خاصيات عندكم في الدفتر الدروس وتما تاني حاجه اللي بغا يكتب ويكتبهم ورا غنلوحهم لكم في الديسكريبسيون ملخص تاع الدرس صانتو لي دابا اش قال قراو السؤال قال لك احسب معيار عدد عقدي التاليه واحد زائد واحد تساوي واحد ناقص وجوج زائد جوج يساوي واحد زائد ثلاثه صانتو لي طاك زيد واحد يساوي واحد ناقص حسب واحد قدير المعيار تاع زيد واحد يساوي جدر واحد أوكاري زائد ناقص واحد أوكاري حقاش كنديرو جدر إكس أوكاري زائد إيكغيك أوكاري هنا إيكغيك هي ناقص واحد هو داك العدد اللي مضروب في إي العدد اللي مضروب في إي هو ناقص واحد هاي زائد ناقص واحد أوكاري كيساوي جدر واحد أوكاري هي واحد زائد واحد كيساوي جدر اثنان هاي ونحسبوا المعيار تاع زيد جوج وعندك زيد جوج شحال عاطيك زيد جوج سمحوا لي عاطينا زيد جوج اش كتساوي واحد زائد اش دير ثلاثة الو غادي كندور تنحسبوا المعيار تاع زيد جوج كيساوي جدر واحد او كاري زائد اش دير ثلاثة او كاري اش كيساوي جدر واحد زائد ثلاثة كيساوي جدر ربعة تساوي اثنان هاهي حسبنا زيد جوج وزيد واحد تعرف دابا اش عاطيك دابا عاطيك التالت صوت في التالت اش عاطيك تلاتة عاطيك زيد واحد عاطيك زيد تلاتة اش تساوي تتساوي عاطيك زيد تلاتة تتساوي واحد ناقص اي عامل واحد زائد اش دير ثلاثة كاين اللي غيقول هذا غنديرها بجوج طريقتين انا نقول لكم الطريقة الأولى كاين اللي غيقول غنشر ونحاول نكتبها على شكل عقدي عادي اللي هو اكس زائد ايكغي متافقين متافقين كاين اللي غيقول فيكم غنشر كاين اللي غيقول فيكم ما غنشرش كاين اللي غيقول فيكم كاين اللي غيقول فيكم غنشر غنحاول نشر باش كيتبع على شكل عقدي عادي كي اللي غيقول نطبق قواعد هنا حسبنا هاد العدد العقاد حسبناه وحسبنا المعيار تاع العدد العقاد حسبنا المعيار تاع العدد العقاد اذا المعيار تاع زيد 3 اش يساوي المعيار تاع واحد ناقص اي عامل لي واحد زائد اي دير 3 اش يساوي المعيار تاع زيد واحد في زيد 2 هادي راه بلاصتها بزيد واحد هاهي هادي رون بلاصتي تاع زيد جوج تاقي هادي المعيار تاع زيد ثلاثة واش فاهمين لحد دابا فهادي ولا لا لحد دابا والو فقط كي تشري
عودت بمعيار تاع بزاد واحد، وهذيك عودت بزاد جوج. عندك المعيار تاع زاد واحد في زاد جوج، قلنا في القاعده قويه هو معيار تاع زاد واحد في معيار تاع زاد جوج. اذا هذا المعيار تاع زاد ثلاثه، حسبنا المعيار تاع زاد واحد ها جدر جوج، حسبنا المعيار تاع زاد جوج ها هو جوج. اذا جدر جوج جوج، هذا هو المعيار تاع زاد ثلاثه. اذا المعيار تاع زاد ثلاثه يساوي جوج جدر مربع اثنان. هذه جدر مربع اثنان، هاي 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 جدر. عاود تحليكم درنا المعيار تاع زاد ثلاثه، دخلنا هنا المعيار يعني القيمه المطلقه، هاي المعيار. هذه رمبلاصتها بزاد واحد، هاي هذه رمبلاصتها بزاد جوج. هاي عندك المعيار تاع زاد واحد زاد جوج، هي المعيار تاع زاد واحد المعيار تاع زاد جوج. المعيار تاع زاد واحد حاسبين هو جدر جوج، المعيار تاع زاد جوج هو حاسبين هو جوج، هي جدر جوج جوج هي جدر جوج. فاهمين حتى دابا في هادي ولا لا؟ متافقين. دابا ندوز لمثال اخر، ندوز لعملية اخرى. غندوز زيرو تساوي واحد على واحد زائد اي جدر ثلاثة. هذي عندك المعيار تاع زيرو ربعة تساوي المعيار تاع واحد على واحد زائد اي جدر ثلاثة. اش قلت لكم قبيله كان عندكم دابا هاد باش نرومبلاسيها بزيد جوج، اذا غتولي تعطينا المعيار تاع واحد على زيد جوج. هاي اش قلت لكم قبيله واحد على المعيار تاع زيد جوج، قلت لكم قبيله في الخاصيه، قبيله في الخاصيه اللي شفتو الخاصيه هي واحد على المعيار تاع زيد جوج، والمعيار تاع زيد جوج شحال هو جوج، اذا تساوي واحد على جوج. هذا هو المعيار تاع زيد ربعة. ولا كاينة طريقة أخرى، كاينة طريقة أخرى كاينة اللي يقولي شنو غندير، هذي غنضربو في المرافق. عرفتي علاش غنضربو في المرافق؟ باش تحاول أنك تبان كتابة جبرية أ زائد إي بي ولا إكس زائد إي كري، بوي غنطبقو العلاقة اللي هي المعيار تاع زيد اللي هي إلا كان زيد غنحاول نكتب زيد على شكل إكس زائد إي كري، وغنطبق القاعدة اللي كتقول المعيار تاع زيد يساوي جدر x او كاري زائد y او كاري. اول حاجه غيقول لي العلاقه هذه غنحاول نكتب على هذا الشكل هذا، عاديك الساعه غنحسب المعيار تاعها. تعقل ولا لا؟ تعقل. دابا ندوزو العمليه الخامسه، زائد خمسه زائد خمسه اش كتساوي؟ عطاك زائد خمسه كتساوي واحد ناقص اي على واحد زائد اي جدر ثلاثة. اذا زيد خمسة شحال غتساوي المعيار تاع زيد خمسة؟ غيساوي هو المعيار تاع واحد ناقص اي واحد زائد اي جدر ثلاثة. هاد واحد ناقص اي هنا هو زيد واحد، الو غيساوي المعيار تاع زيد واحد علاش؟ هادي هي زيد جوج على زيد جوج. تعقل. اذا اش غيساوي المعيار تاع زيد واحد على المعيار تاع زيد جوج؟ تعقل. هاي زيد خمسة، هاي سمحوا لي هاك دابا المعيار غتحاول تفرق، واش غتولي هي المعيار تاع زيد واحد على المعيار تاع زيد جوج؟ فرقتهم. المعيار تاع زيد واحد فين هو؟ ها هو جدر جوج، كيساوي جدر جوج علاش؟ المعيار تاع هذا هو جوج على جوج. هاي نتمنوا لحد دابا تكونوا فهمتوني في هاد القضية، ولا كاين غيقول لي هذا غنحاول نكتبو على شكل عقادي عادي، غنضرب هادي في المرافق ونطلعها الفوق باش نحاول نكتبها على شكل عقادي عادي اللي هو إكس زائد إي إكري، وعاد ديك الساعة غنطبق القاعدة تاع المعيار. متافقين ولا لا؟ متافقين. دابا ندوز الخاصية أخرى، دابا ندوز التطبيق آخر، عملية ستة عطاك واحد عطاك، ندوز عملية أخرى عطاك زيد ستة كتساوي واحد زائد إي جدر ثلاثة زائد ستة، واحد زائد إي جدر ثلاثة الكل وستة. غندير المعيار تاع زيد ستة، أش غتساوي؟ المعيار واحد زائد إي جدر ثلاثة الكل وستة. المعيار اش غتساوي؟ المعيار هادي شناهي؟ هادي هي زيد جوج،
زيد جوج وستة سد المعيار. هاد ستة كي قلتي قبيلة كتخرجو خارج المعيار، إذا اش غتساوي هادو؟ المعيار تاع زيد جوج وستة، المعيار تاع زيد جوج شحال هايا؟ جوج كتساوي جوج وستة، تقدر تحسبوها في الكالكول. جوج وستة، جوج وستة باش تكون هي 64، هاي غديرو كتساوي 64. متافقين ولا لا؟ متافقين. دابا غدوز تحسب، ولكن غير يقول لك غير يقول لي راه شدي هذه غنشرها وستة، وهذا بزاف باش تنشر هذه وستة بزاف. راه باش تسميها باش تسميها تاعها غنطبق، يكفيك انك يكفيك انك تحسب المعيار تاع واحد زائد اي جذر ثلاثة. عاد ديك الساعة تحسب، عاد ديك الساعة تحسب هذه أس المعيار تاع هذه أس كيفاش ندير. دابا هذه كيف شفتو دابا هذه صعيب باش تنشر أس، شحال قد تنشر صعيب. متافقين؟ إلا بغيت تنشر خاص دير هذه، إلا بغيت تنشر خاص دير واحد زائد إي جذر ثلاثة الكل أو كاري الكل أس ثلاثة، وطبق المتطابق الهام من الدرجة الثانية. عاديك الساعة طبق المتطابق الهام من الدرجة الثالثة. إلا بغيت تنشر دابا علاش تولي واحد أو كاري زائد جوج واحد في اي جذر ثلاثة زائد اي جذر ثلاثة او كاري. دابا هاد دابا هاد سنتولي دابا هاد بغينا نشرحها شتولي واحد او كاري زائد جوج في واحد في اي جذر ثلاثة زائد اي جذر ثلاثة ميتو او كاري الكل اس ثلاثة. هادي واحد او كاري كتساوي واحد زائد جوج اي جذر ثلاثة او كاري، يا ناقص واحد يعني ناقص ثلاثة. جذر ثلاثة مع أوكاري غيمشي، جذر ثلاثة مع أوكاري غيعطيك يبقى ثلاثة، إي أوكاري ناقص واحد هي اللي ناقص ثلاثة، الكل أس ثلاثة، هادي شحال واحد ناقص ثلاثة؟ هي ناقص جوج زائد جوج إي جذر ثلاثة، الكل أس ثلاثة، وغنطبق على المتطابق الهام من الدرجة الثالثة، وصعيب عليكم هاد بزاف، هاتا جبت لكم بارك لكم الطريقة سنتجوها، هاتا أنا اقترحت عليكم. بارك لك هالطريقة لك، ولكن خاص تكون حافظ القواعد، خاصكم تكونوا حافظ القواعد اللي كتبتلكم دابا تاع المعيار، خاصكم تكونوا حافظينهم 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 كيك. شافي دابا غندوزو على نمرة أخرى سبعة، عطاك تمنية، عطاك بلي سمحوا لي في هاد العملية، عطاك تمنية زيد 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 سبعة كتساوي تمنية عاد واحد زائد إيش در ثلاثة، يعني الزيد المعيار تاع زيد سبعة كيساوي المعيار تاع تمنية عامل لواحد زائد إيش در ثلاثة سد المعيار. هادي شحال هادي؟ هي زيد جوج. إذا نعوض باش تعطيني المعيار تاع تمنية زيد جوج، هادي المعيار تاع زيد سبعة. دابا تمنية عادل كيساري ما يخرج غيولي موجب، حقاش المعيار دائما موجب، معيار هو مسافة ومسافة دائما موجبة. تمنية واش خرج غتكون تمنية في المعيار تاع زيد جوج، ديما إلا كانت عندكم تمنية في المعيار إلا كان عندكم معيار تاع تمنية في زيد جوج وكان سنتولي أنا سنتولي شوية شوية نشرح لكم. دابا إلا كانت عندكم معيار تاع تمنية في زيد جوج وكنتو حاسبين ديجا المعيار تاع زيد جوج، إذا يكفيك أنك تخرج تمنية وتولي تمنية في المعيار تاع زيد جوج. هاد المعيار تاع زيد جوج ديجا حاسبونه هي جوج، ألوغ شحال عطيني؟ تمنية في جوج هي ستاش. متافقين ولا لا؟ متافقين. دابا غندوز لعملية أخرى باش نحاول نشرح لكم، نشرح لكم دوز لعملية أخرى. دابا عطاكم زيد زيد تمنية كتساوي ناقص خمسة عامل لي واحد زائد إي. ركزوا معايا، هادي غندخل ندير المعيار تاع زيد تمنية كتساوي المعيار ناقص خمسة عامل لواحد زائد إي، يعني هاد واحد زائد إي شحال؟ سمحوا لي بغيت نشوف، لا سمحوا لي دي واحد ناقص إي خطأ واحد ناقص إي، هاد المعيار تاع واحد ناقص إي شحال؟ واحد بلاش، هاد واحد ناقص إي شحال؟ هي زائد واحد، إذا غتولي المعيار ناقص خمسة زائد واحد. اش قلت لكم المعيار دائما موجب، اذا درنا ناقص خمسة ناقص خمسة اش غتولي؟ غتولي خمسة،
المعيار تزيد واحد. انا غنشرح لكم علاش خاص، انا اشرح لكم دابا. عندكم انا اشرح لكم، عندكم ناقص 5 زائد 1 ناقص 5، ماشي هي ناقص 5 زائد 0 اي الكل زائد 1 ولا لا؟ ماشي كتكتب بحق ولا لا؟ زد 0 اي وضربتها في زائد 1، ها هي زائد 1، هذه هي زائد 1، ها هي تاقي. دابا حتى الى درتي المعيار تاع ناقص 5 زائد 1 غادي كيساوي المعيار ناقص 5 زائد 0 اي فاش زائد 1. عندك المعيار تاع زد في زد 1 شحال غيساوي؟ هو المعيار تاع ناقص 5 زائد 0 اي في المعيار تاع زد 1 قاعده. المعيار تاع عددين عقاديين كيساوي المعيار تاع العدد العقدي الاول، ها هو المعيار تاع العدد العقدي الثاني، ها هو تاقي. دابا المعيار تاع هذا راه هو جدر ناقص 5 او كاري زائد 0 او كاري، هذا هو بطبيعة الحال. هنا المعيار تاع زائد واحد غيبقى هو هو، خلوه في المعيار تاع زائد واحد. هاد جدر 5 او كاري هي 25، حسبوا هادي في الكالكول، جدر 5 هادي 5 ناقص 5 او كاري هي 25، زائد 0 هي 25، جدر 25 هي 5، ألوغ عطينا 5 المعيار تاع زائد واحد. واش هادي اللي وصلت لها ماشي هي هادي؟ هادشي علاش قلت لكم يكفيكم انكم تخرجوا هاد الخمسه وتحيدوا الناقص، لحقاش المعيار هو دائما موجود. يكفيكم انكم تخرجوا هاد الخمسه وتردوا ناقص وتردوا زائد تافقا. علاش؟ لحقاش ناقص 5 زائد 1 المعيار تاع ناقص 5 زائد 1 ناقص 5 بحال اللي قلت هي ناقص 5 زائد 0 هاي ناقص 5 زائد 0 زائد 1 هاي. دابا هادي راه هي المعيار تاع هادي في المعيار تاع هادي، المعيار تاع هادي في المعيار تاع هادي، هاي هي المعيار تاع هادي في المعيار تاع هادي، والمعيار تاع هادي هي جدر ناقص 5 أو كار زائد 0 أو كار، لحقاش كان ليهم جدر أ أو كار زائد بي أو كار، قاعدة طبقنا القاعدة، هادي هي 5، المعيار تاع زائد 1، ها هي هي، تافقين ولا لا؟ تافقين. دابا غنمسح الصبور باش نكمل ليكم. زائد واحد شحال؟ جدر جوج، إذا غتساوي 5 جدر مربع 2، متفقين ولا لا؟ متفقين. دابا غنكتفي بهاد القدر هذا، في الحصة المقبلة إن شاء الله غندوز لكم تمارين أخرين حول المعيار، معيار عدد عقدي إن شاء الله.